اقتحم أفراد الشرطة في مديرية أمن الشرقية ديوان مديرية الأمن بالقوة. بعد استدعاء الأمن المركزي لهم كان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية قد نظموا بالأمس وقفة احتجاجية داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية لعرض بعض المطالب زي زيادة البدل، صرف حافز قناة السويس، سرعة الموافقة على التدرب الوظيفي. من الشرقية بتنضم لي على الهاتف الأستاذة إيمان مهنا مراسل اليوم السابع. أستاذة إيمان برحب بيكي. مرحب بيك يا أستاذ شريف، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أستاذة إيمان يعني عايزك تحطيني في تفاصيل الصورة والمشهد بالتفصيل، اتفضلي. هو بالفعل أزمة أمناء الشرطة بالشرقية في ازدياد مستمر. النهاردة حصل صباح الساعة 9 صباحا كان أمناء الشرطة حاولوا إن هم يجددوا وقفتهم اللي كانوا بدأوها امبارح للمطالبة بعدد من المطالب الوظيفية والمادية وتحسين أحوالهم. جت قوات الأمن المركزي استعانت بها مديرية أمن الشرقية لمحاولة فض تجمهرهم قدام المديرية. حصل زي شبه اشتباك بين الطرفين وإطلاق غاز مثير للدموع، لكن قوات الأمن المركزي تراجعت أمام زيادة عدد أمناء الشرطة المعتصمين. هو حاليا متواجد عدد كبير من أمناء الشرطة، ده بالإضافة إلى وصولهم دعم من عدد من المحافظات زي اسكندرية واسماعيلية. في خمس محافظات متواجدة من أفراد أندية الشرطة في مديريات الأمن التانية جايين متضامنين مع مطالب أمناء الشرطة في الشرقية، وإنهم بيقولوا إنها مطالب عامة لكافة أفراد أمناء الشرطة في على مستوى مديريات الأمن مش بس محافظة. طب وليه طلعت من الشرقية بالتحديد يعني؟ هي محافظة الشرقية، هو كان الوضع بدأ الأسبوع اللي فات عشان أوضح للسادة المشاهدين، هو كان بدأ إن هم ما كانوش صرفوا حافز قناة السويس، كان الصرف للضباط. يعني هي المشكلة حافز قناة السويس وزيادة البدل والتدرج الوظيفي؟ لا، هو كان بدأ الأول بصرف حافز قناة السويس، إن هم كانوا بيطالبوا بصرفه، وكان حصل مشكلة الأسبوع اللي فات إن هم عملوا وقفة احتجاجية بس كانت محدودة، وكان حصل زي شبه مشادة بينهم وبين مفتش الداخلية في قسم أول الزقازيق، وكان احتجزوه أمناء الشرطة في داخل القسم بعد مشادة كلامية بينهم وحصلت أزمة وتدخل فيها مدير أمن. فكانوا أعلنوا أمناء الشرطة إن هم ليهم مطالب ومطالب وظيفية دي قررت بيها وزارة الداخلية من 2011 لكنها ما اتنفذتش. فحصل ان هم يوم السبت كانوا معتصمين، يوم عفوا امبارح كانوا معتصمين بشكل طبيعي. الوضع ابتدى ان هو يزداد سوءا لما كانت وزاره الداخليه اعلنت ان في بعض بين بعض المعتصمين اخوان او ان هم متحرضين من الاخوان، فده اللي ساد الوضع سوءا. تمام، بيقال او تردد ان محافظ ان مدير امن الشرقيه منع من دخول او مدير الامن العام منع من دخول المديرية. هو مدير الأمن العام، هو بالفعل هو من حوالي نص ساعة كان وصل مدير الأمن العام اللي هو كمال الدالي، كان حاول يدخل مديرية الأمن للتفاوض معاهم، معايا وفد من وزارة الداخلية للتفاوض مع أمناء الشرطة، هم بالفعل رفضوا. المستشار العسكري محافظة الشرقية كان حاول إن هو يدخل معاهم إن هو في تفاوض وسمح للي هو كمال الدالي إن هو يدخل، لكن أمناء الشرطة رفضوا تدخلهم وقالوا إن هم محتاجين حد من رئاسة الجمهورية أو حد وإكالة وزير الداخلية وحد من رئاسة الجمهورية يستمع لمطالبهم، لأنها مطالب عامة يعني لكافة أمناء أفراد الشرطة على مستوى مديريات الأمن مش لمحافظة الشرقية. تمام، إيمان عندي سؤال أخير بعد إذنك، المظاهرات ديت هم واخدين بيها إذن ولا طبقا لقانون التظاهر ولا لأ؟ هو المظاهرة معلنة من أسبوع إن هم هيعملوا مظاهرة يوم السبت، يعني هم أعلنين من أسبوع على كافة التواصل الاجتماعي وموقع التواصل الاجتماعي وكافة الصحف معلنين إن هم هيعملوا وقفة احتجاجية يوم السبت، فهي أعلنوا يعني كافة الجهات الأمنية والكافة الصحف معروف ان هم يوم السبت هيعملوا وقفه احتجاجيه، لكن ما طلع لهمش تصريح بالتظاهر. هو انا ما اجزمش ان انا اعلم المعلومه بالظبط هم معاهم تصريح ولا مش معاهم تصريح، لكن الوقفه كانت معلنه وجميع وسائل الاعلام وجميع الجهات الامنيه كانت تعرف ان في وقفه يوم السبت لامناء الشرطه. تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذه ايمان مراسله اليوم السابع من محافظه الشرقيه. بينضم لي على الهاتف العميد خالد عكاشه الخبير الامني. سياده العميد برحب بحضرتك. صباح الخير لحضرتك يا استاذ شريف وتحياتي. يعني سياده العميد عايز اعرف لو حضرتك بتلوم على طرف في المشهد بتلوم على مين؟ يعني الوم على امناء الشرطه بالطبع، يعني هذا السلوك مرفوض جمله وتفصيلا، وهذا الاداء
الاحتجاجي. يعني هناك قنوات شرعية وقنوات يحددها قانون العمل داخل وزارة الداخلية حول نقل بعض من المطالب أو المؤاخذات لو عند أحد من أفراد الشرطة أو من ضباط الشرطة لقيادتها، بعيد كل البعد عن مسألة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وعرض الانخراط في العمل الموكل إليهم. كل هذه المظاهر الحقيقة مظاهر خارجة على القانون تماما وتنتهك القانون، وهناك ظرف مشدد في أن انتهاك القانون من شخص المفترض في أن يكون هو بحكم وظيفته منفذا للقانون يعني يعطي ظلال سيئة جدا وظلال كثيفة حول المشهد ويعمق من المخالفة ويزيد منها. لا أظن أن هناك أداء يليق بوزارة الداخلية أو بمجموعة من أفرادها يخرج بهذا الشكل وهذه الصورة. ده تجاوز مرفوض جملة وتفصيلا، شكلا وموضوعا أصلا هذا الأمر مرفوض. القيادات اللي حاولت أنها تدخل على خط الأزمة وتتحدث مع هؤلاء، أظن أن الكيانات الأولى اللي كانت هتخرج من هؤلاء القيادات المحترمة قيادات وزارة الداخلية كانت ستقول أنه لا يليق ولا يجوز لمنفذ القانون أن يخرق القانون. حضرتك من لحظات قليلة كنت بتسأل الزميلة المراسلة حول الحصول على إذن أو تصريح بالتظاهر وفق ما يقرره قانون التظاهر، وأنا أكاد أجزم لحضرتك، ما عنديش معلومة مؤكدة لكن أجزم لحضرتك أن لم يحصل هؤلاء على تصريح بقانون التظاهر. كيف نواجه المجتمع ونجبره على احترام القانون ونجبره على أن هو يسلك المسلكيات القانونية المحترمة؟ وأنا شخص أعمل بالجهاز الأمني وأقوم أول واحد بمجرد الاكتفاء باختار الصحف أو الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي بأن أنا هنظم وقفة احتجاجية. طيب يعني سيادة العميد، سيناريوهات الحل إيه من وجهة نظرك؟ كيف يتم التعامل مع هذه الاحتجاجات الفئوية؟ يعني أعتقد أن السيناريوهات كلها مفتوحة. يعني هناك آجلا أو عاجلا ستمر هذه الأزمة، سيتم التعامل معهم وفق القواعد القانونية، لكن هناك مجموعة من المطالب لابد أنها تكون حاضرة في المشهد وهي المطالب المجتمعية. المجتمع كله لا يرضى بمثل هذه المسلكيات. المجتمع عايز من جهاز الأمن أنه يتفرغ لمكافحة الإرهاب ويتفرغ لأداء دوره. قبل المطالبة بالحقوق لابد أن يكون هناك حالة من حالات الرضا على الأقل من قبل المجتمع حول أداء فرض الأمن. أمناء الشرطة حتى لا نخفي رؤوسنا في الرمال وحتى يصل صوتنا ليهم، وقد يكون هذه كلمات هي كلمات فيها نوع من التعقل أو بتخاطب التعقل لديهم، أن كل المواطنين المصريين من دون أن نخفي شيء عندهم تحفظات كبيرة جدا على أداء أمناء الشرطة إلا قلة قليلة منهم. عندهم تحفظات حول عدم انضباط هؤلاء الأمناء في أداء وظيفتهم إن كان في الشارع أو في أقسام الشرطة أو في كثير من المصالح. يبقى مش من المنطقي ولا من الطبيعي أن يكون الرأي العام كله لديه هذه الملحوظات، وأنا أصر على مجموعة من المطالب حتى لو كانت مطالب مشروعة لديها قنوات مختلفة، لكن أظهر بهذا المظهر قدام الرأي العام اللي متحفظ بالأساس على سلوكياتي. طيب وغير مش ممكن يكون هم حاولوا مع القنوات المشروعة وما لقوش استجابة؟ لا يمكن يكونوا حاولوا قدموا الطلبات بتاعتهم، وخاصة احنا تابعنا الأسبوع اللي فات وأحد السادة القياديين اللي موجودين في وزارة الداخلية وهو يمر المرور الإشرافي وهو مفتش من مفتشي الداخلية، وظيفته تحتم عليه ان هو يتواجد في هذه الاماكن ويقيم الاداء ويضع التقارير ويسيب او يعني يثني على المجيد ويحول للتحقيق او يجازي المقصر. هذه هي وظيفه مفتش الداخليه. انا عندي طرح تاني. تمام، عندي طرح تاني سياده العميد. يعني دلوقتي الداخليه اتكلمت وطلبت توضح موضوع مهم، بتقول ان احنا ما قلناش إن حد منهم من الإخوان أو مكلف من الإخوان إلى آخره، وما صدر عن الزميلة اليوم السابع وما ذكرته الزميلة ليس له أي أساس من الصحة.
تمام. ده بيفرض يعني بيفرض صورة ثانية من وجهة نظرك؟ مش بيعطي صورة ثانية على حاجة، قد يكون هذا الأمر يعني يتم ترديده لما بيبقى في أحداث من هذا النوع، ممكن أحد من اللي موجودين تحدث حول عدم استغلال قطع الطريق على جماعة مثل جماعة الإخوان، يهمها جدا إنها يعني تشوف هذه المظاهر المسيئة، ويهمها جدا إنها تشق الصف داخل الجهاز الأمني، يبقى ممكن إنها تعتلي مثل هذه المشاهد أو تدخل إليها حتى من دون علم هؤلاء الأمناء. وبالفعل هي وزارة الداخلية لم تصرح مثل هذه التصريحات، وإن كانت صرحت يبقى صرحت بالصورة اللي هي لا تجعله أحد يستغل مثل هذه الأمور. طالما هتاخد هذا الشكل المنفلت وغير المنضبط، كان من الممكن جدا أن يتقدم مجموعة صغيرة منهم حتى لمقابلة وزير الداخلية شخصيا، وهو لا يمانع في مقابلة أصغر جندي في وزارة الداخلية لطرح مجموعة من المطالب أو وضع مجموعة من المؤاخذات حول أشياء هم يروها من وجهة نظرهم غير صحيحة. ولو كان وجهة نظرهم صحيحة أعتقد الوزارة كانت هتستجيب، لكن في الغالب إذا استجابت الوزارة، إذا استجابت الوزارة لهذه المطالب، بتعتقد أن ده أمر عادي ولا بيكسر هيبة الدولة؟ لا، لو كانت من المشهد من الصوت الأولانية المنضبطة اللي كلمت حضرتك فيها ما يكسرش هيبة حد، لكن بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي وبهذه الصورة المسيئة، دي صورة مسيئة وصورة مخالفة للقانون. القانون هو السيد في هذه اللحظة، لابد من التعامل مع هؤلاء بالقانون وبأقصى درجات الانضباط القانوني. يعني كل من ارتكب مخالفة يتم توقيع عليه العقوبة فورا، بداية من الحصول على إذن بالتظاهر، نهاية بممارسة التجمهر أو التظاهر أو منع القيادات من دخول مكاتبها أو إغلاق العمل في مديرية الأمن أو بعض من الأقسام أو الانتقال وترك مكان الخدمة في بعض من المديريات والمحافظات الأخرى والانتقال إلى زملائهم في الشرقية تحت ادعاء مساندتهم في شيء غير منضبط وغير قانوني. أظن أن هنا التعامل بالطريقة دي يبقى إحنا قدام دولة بتحترم نفسها، جهاز أمني يهمه صورته ويهمه أنه ينفذ القانون، وأن إحنا نخرج جميعنا متعافين من هذه الأزمة المصطنعة اللي هي أساسا شكلها يسيء لينا جميعا إن كنا جهاز أمني أو إن كنا مجتمع. شكرا لحضرتك سيادة العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، معلقا على تظاهرات أمناء الشرطة للمطالبة بحافز قناة السويس والتدرج الوظيفي. الموضوع اللي حاصل ده بيثير مجموعة من علامات الاستفهام. بافتراض أن لك حل في هذه القضية، كيف يمكن، أو ليك حق آسف في هذه القضية، كيف يمكن أن تتعامل للمطالبة بحقك، وفي أي توقيت يمكن لك أن تطالب بحقك؟ الصورة اللي حضراتكم شايفينها يمكن نعتبرها صورة عادية في وقت عادي، لكن احنا بنحس ان هي علشان جاية من شخوص او اناس المفترض بيهم ان هم بيطبقوا القانون او بيطبقوا النظام، اول من يسأل عن النظام هم، فلما يجوا يكسروه ده بيصبنا بحالة من الشتت. على كل الاحوال احنا هنتابع مع حضراتكم الازمة ديت ونتمنى ان هي تتحل بشكل من الاشكال، لكن في الاول وفي الاخر مش معنى ان في فلوس ما اتاخدتش او راتب ما اتقبضش ان الناس تسيب الشغل وتقعد تقول يا تقبضونا يا اما مش هنشتغل، ده مش سلوك.